لأنهم مثلا بيحبوا نقد الحكومة أو نقد رئيس الجمهورية. ما يعملش وضع قصة واستراتيجية وقصص وكلام حلو اللي بيحبوه اللو اللو والكلام ده. لا، محتاجين أكشن بلان. والأهم من الأكشن بلان إن إحنا ودي نقطة مهمة إحنا نفهمها. إيه المطلوب حتى يمكن تنفيذ كل ما هو في مخ أي حد فيه؟ وأنا مش عايز أعرف اللي في مخ حد فيه. أنا واثق اللي في مخكم أكتر بكتير من اللي إحنا عايزينه. مش فاهمين؟ فاهمين؟ أكيد برضه. مش عايز أسمع مين عايز إيه ومين بيعمل إيه. أنا عايز أعرف، وأنا كممثل للحكومة، إيه المطلوب in order حتى يمكن ما في فكركم يتم وضعه على الأرض. متر وطلع كيلو هديله أرض متر وطلع كيلو. اللي عايز حتة في ميدان التحرير هديله حتة في ميدان التحرير. مش مصدقين. إذا مش عايز حجر. مش عايز كلمة أصل فيه ما فيش أرض. أصل مش عارف إيه. أصل مش عارف إيه. هنأصل. أنتوا عارفين ولا عارفكوا إيه؟ مش هتزود في الكلام. هنأصل مش هنجيب حاجة. وهنقعد اجتماع وتخطيط استراتيجي ومناطق دولية ومناطق إقليمية ومناطق تبع المحافظات ومناطق تحت خط المحافظة والسبلاي تشين مش عارف ايه وكذا واللوجيستكس مانجمنت مش عارف ايه. هنحكي الحكايات دي خلاص. الفوكابلري ده كله حضراتكم عارفينه.